طبعا واحد من نجومنا ونجوم المنتخب الوطني، مبروك يا رمضان. مباراه ليها حسابات خاصه مع اللعيبه ومع الجمهور، لكن اصرار النهارده وشخصيه البطل اللي كنت بتكلم معاه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ هي اللي قدرت تحسم النهارده. حابب تقول يا رمضان الاول لجمهور النادي الاهلي؟ ربنا يخليك. طبعا برحب بكابتن اسلام، مش عارف مين معاه بس برحب بكل الناس اللي في الاستوديو وكابتن اسلام. الحمد لله كان ماتش مهم، وما عدا لعيبه الاهلي بقى بيبان في الماتشات الصعبه والظروف الصعبه، اللعيبه كلها كانت رجاله معانا، جهاز كان جديد في فتره صغيره قدرنا نشتغل. الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الماتش، كان يعني ده مش ماتش دوري اللي انت ممكن تتعادل او تكسب او لا قدر الله تخسر، ده كان فيه النهارده لازم حد يكسب. الحمد لله كان المكسب من نصيبنا، الماتش اتصعب في الاخر بس الحمد لله لعيبه الاهلي رجاله كالعاده، والحمد لله قدرنا ان احنا نفوز ببطوله مهمه. ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى خير يعني ان شاء الله. شايف ان التحضير النفسي من الجهاز الفني اثر معاكم بشكل كبير وكان ليه دور كبير مع الفنيات؟ احنا يمكن اتكلمنا ان الراجل درس مباراه الزمالك وتابع اكتر مباراه وكان بيحاول ان هو يطبق الكلام ده، شايف ان التأهيل النفسي انتوا كمان كمع بعض يا رمضان كلعيبه اهلكم بشكل كبير النهارده للفوز؟ اه طبعا، يعني الراجل اتفرج واتكلمنا وكان في محاضرات كتير وقدرنا اللي احنا نتفرج على كذا حاجه ونقط القوه ونقط الضعف، الحمد لله قدرنا نشتغل عليها كويس. اللعيبه نزلت، اهم حاجه لعيبه النادي الاهلي لما تنزل بتبقى حاطه حاجه في دماغها ورجاله، ومن اول دقيقه ربنا بيكرمنا، فده اللي حصل النهارده الحمد لله بشكر ربنا. طبعا انا عارف ان المباراه انتهت، لكن بعد الشد والجذب كده الناس بتقعد تجتهد كتير قوي، رمضان ما بتشوفش في الملعب ايه اللي بيحصل عليه معلول، رمضان مش عارف بيتكلم، عايزين نتكلم الناس. الشد والجذب ده طبيعي، لكن بعيدا عن المباراه كلنا اصحاب رمضان. طبعا يعني احنا كنا قاعدين في اوتيل واحد، وامبارح كنا بنصلي مع بعض، والنهارده صلينا الجمعه مع بعض، فكله الحمد لله. خلينا اعرف اتكلم يا عم كلمتين بس، فالحمد لله. لا طبعا بتبقى ظروف ماتش وكل حاجه، لكن كلنا اخوات وحبايب. يعني بقول لنادي الزمالك هارد لك واللعيبه بتاعته، فرقه كبيره فرقه محترمه، ان شاء الله احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق البطوله، فبشكر اللعيبه وبشكر الجمهور اللي جه من اول دقيقه وكان بيشجعنا من اول دقيقه لاخر دقيقه، وان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى خير على جمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره. كلمني على لفته مؤمن زكريا وتيشيرت مؤمن زكريا والروح الكبيره والاصرار الكبير اللي احنا عارفينه مع لعيبه النادي الاهلي، احنا عيله واحده كلنا في بعض، ودي كانت لفته كبيره جدا. حابب تقولي على اللقطه دي، قول لي كانت فكره مين يا رمضان؟ تقريبا يعني انا اليوم اللي هم عملوا فيه الفكره انا ما جيتش، عشان انا مراتي كانت بتولد الحمد لله، فهم بتالي اللي عملوها كابتن حسام عاشور، كابتن شريف اكرامي، كابتن وليد سليمان، اللعيبه الكبيره اعتقد يعني هم اللي عملوا ديت، فبشكرهم. وطبعا مؤمن على طول معانا يعني بقلبه، واتمنى له اللي هو يرجع احسن من الاول ويرجع بالسلامه ان شاء الله. الناس اول ما شافوش رمضان في التمرين قال لك رمضان غايب على التمرين، هو في ايه؟ ما الناس ما كانتش تعرف. انا طبعا ببارك لك يا رمضان، ان شاء الله يكون وش الخير عليكم النهارده، على ما اعتقد اول نقطه في وش الخير عليك بالنسبه للمولود بالنسبه لك. الحمد لله طبعا بشكر ربنا الحمد لله رزقني بزين، ان شاء الله كان وشه حلو النهارده وكان وش السعد. طبعا اتمنى ان الفتره اللي جايه تبقى خير، ولا انا كنت غايب بس زي ما قلت لك، عشان اكيد لو مش هغيب في تمرينه زي دي اغيب ليه يعني، فالحمد لله بشكر ربنا اللي ربنا رزقني بزين، ان شاء الله يبقى وشه حلو عليا دايما وربنا يحرسه ان شاء الله. في تعزيه مهمه جدا طبعا، يمكن من احد الاطفال من نادي الزمالك او مشجعين نادي الزمالك توفاه الله، ومن خلال شاشه الاهلي وملعب الاهلي من الكابتن اسلام الشاطر، اكيد طبعا كلنا في المواقف دي بنبقى واحد رمضان، مفيش اهلي مفيش زمالك، بقيمه الكابتن رمضان صبحي حابب تقولي؟ لا طبعا بتمنى الاهل الصبر والسلوان طبعا، وربنا يرحمه ان شاء الله، ونحتسبه كده شهداء ان شاء الله، فيعني مش عارف اقول ايه في المواقف دي، بس ربنا يرحمه ويصبر اهله. جمهورنا ومساندته وروحه الكبيره واصراره النهارده رمضان، حابين نسمع منك رساله ليه، لان جمهور النادي الاهلي مع فريق النادي الاهلي الموضوع بيختلف، والموضوع بيبقى في قمه الحماس والتركيز والتشجيع، وربنا بيكافئنا بالمباريات دي رمضان. طبعا بشكرهم النهارده، اللي في ناس جت من القاهره وفي ناس بتيجي من محافظات تانية مش من القاهره بس، فانا يعني اتمنى للفتره الجايه بقى المسؤولين وكل الناس يبقى الجمهور زياده ان شاء الله. الجمهور طبعا بيبقى دفعه قويه للاعيبه النادي الاهلي وللاعيبته وللجهاز الفني، فطبعا احنا نحب نلعب قصاد جمهور، كنا بقى لنا فتره ما بنلعبش، بس الجمهور طبعا بيديك حافز وبيديك حماس، وهو بيبقى يعني زي ما بيقولوا كده هو رقم واحد، اللعيب رقم واحد في الفريق، فنتمنى ان الفتره الجايه يبقى معانا، وبشكره على مؤازرته النهارده، والفتره اللي جايه ان شاء الله نفرحهم كالعاده يعني. اللي جاي اصعب؟ اكيد اللي جاي اصعب، احنا النهارده كسبنا فرحانين، بعد النهارده هنقفل عشان نخش في من اول بكره عندنا ماتش سموحه بفرقه محترمه وجهاز فني محترم، خلاص هنخش في الدوري نركز في الدوري، فخلاص انت بتقفل النهارده كالعاده بتاعت النادي الاهلي، بنقفل النهارده وهنركز من بكره في بطوله الدوري ان شاء الله. شكرا، ربنا يخليك، تسلم لي، شكرا، بنبارك اكيد لرمضان.